عايز بس قبل ما انتقل لحاجة، كان زميلنا الأستاذ أحمد خطاب. أحمد خطاب ده في الإنتاج هنا، زميلنا العزيز يعني، بيشتغل في الإنتاج بتاع القناة. بيحكي لي حكاية لطيفة جدا امبارح، فقلت أحكيها لحضراتكم. هو الراجل أحمد خطاب كيوت كده ولطيف وملزلز كده، كان راكب عربية ورايح، ما انا قلت خطاب خلاص، انا اقول انا ركب مع واحد زميلنا من القناه، من قناه النهار، ورايح راكب لحد الدايري ونزل على المنزل اللي يودي على شبرا الخيم، عشان الراجل رايح يبات عند سته تقريبا ولا في بيته القديم، حن للقديم يعني، حن للقديم استاذ خطاب. فراح استاذ خطاب فقالوا له خلي بالك لما تنزل من العربيه، زميله بيقول له يعني خلي بالك لما تنزل من العربيه وتقف في الحته دي هتتثبت، الحتة دي مشهورة اللي هي المنزل بتاع شبرا الخيم، الحتة دي مشهورة ان الناس بتثبت فيها. فقال له بياخدوا ايه؟ قال له بالذات الموبايلات بياخدوه. فاخونا خطاب كان نازل، فكان معاه موبايل وكان معاه ساعة، كان معاه 25 جنيه. قال ايه اعمل ايه؟ راح حاطط الموبايل خباه في حتة حساسة يعني. فطبعا لما خباه الراجل هيجي يفتش مش هيوصل له، مش هيوصل للموبايل. فجه على طول كده بعديها بدقيقتين وهو واقف، واقف بقى على المنزل اللي يودي على شبرا الخيمه ده وعلى الدايري، فجاله واحد راح ماسك سكينه كده زي ما بقول لحضراتكم كده اهو، وراح حاططها ورا ظهره. فخطاب بيقول له اهلا وسهلا، قال له طلع اللي معاك. فالراجل بمنتهى الاحترام قال له بص ادي 25 جنيه اهم، وكارنيه الشغل، كان مداري الساعة برضه، وكارنيه الشغل والبطاقة، واخد بقى حضرتك؟ فراح مديله البطاقة وكارنيه الشغل وال 25 جنيه، فالراجل قال له موبايلك. فخطاب قال له ياه ده أنا لسه الموبايل واحد صاحبك دلوقتي لسه واخده مني يا دوب، أنا مش أنت شايفني وأنا جاي ماشي؟ قال له آه، قال له أنا جاي كنت مسروق من الموبايل وما طلعش معايا بقى، وخد مني الفلوس كلها وما طلعش معايا ال 25 جنيه دول، يا دوب بقى ايه اسقسق بيهم نفسي وانا لسه واقف مستني عربيه. فالواد بقى ما لقاش بد فيه، هياخد 25 جنيه ويمشي؟ سابهم له، صعب عليه، سابهم له ومشي. بعديها بشويه جاله واحد تاني مبخت، هو الواد ده مبخت من يوم ما اتولد كده، من يوم ما جاله واحد تاني قال له خلي بالكم انه ما فيش واحد اولاني جاله، ده هو بيحكي للواد الحرامي. قال له يا لو كنت قدمت شويه ده لسه واحد زميلك واخده. فقال له طب احكي لي بقى على اوصافه كده. قال له سكسوكه ومش عارف ايه وبتاع، برضه اللي بيشتغل هنا في القناه بيكون عنده خبره ودرايه بالحاجات اللي زي دي. قال له واحد تاني راح حاطط برضه ايه السكينه في ظهره كده. قال له موبايلك. قال له ياه ده لسه واحد برضه زميلك دلوقتي خده مني وعمل كذا وكذا وكذا. قال له ملامحه ايه؟ قال له كذا وكذا وكذا وكذا. بقول له يا ابني انت ما خدتش عربيه ولا اي حاجه ونزلت ليه بيها ليه؟ قال لي ما في عربيه بقى جت فاضيه خالص، لقيت السواق بتاعها بيقول لي تعال، زي ما يكون واحد كده الاقي فتاه ليل كده تعال، بيعمل له بايده كده. طبعا الاستاذ خطاب قال له بص انا لسه مسروق دلوقتي ما بقاش الا هتاخد ايه؟ مش هاخد الريح من البلاط ده، انه واقف يجي تلت ساعه. حصل السيناريو اللي بقول لحضراتكم عليه ده. فنخلي بالنا لو في حد بس ايه دوريه كده هناك في الحته بتاعت منزل العدايري، منزل الشبرا الخيمه.